بعد معارك الشد والجذب التي شهدتها غامبيا منذ انتخاب المرشح الموحد للمعارضة الغامبية ضد الرئيس السابق يحيى جامع، وبعد أن ضرب الأخير بعرض الحائط مقترحات المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا إكواس لحلحلة الأزمة الغامبية، وفي الوقت بدل الضائع جاءت الوساطة الموريتانية الإفريقية بقيادة الرئيس الموريتاني محمد عبد العزيز رفقة نظيره الغيني ألفا عمر كوندي، والتي كانت في مرحلتها الأخيرة حاسمة للأزمة الغامبية، إذ قبل الرئيس المنتهية ولايته التنحي عن السلطة بشروطه. وساطة ألقت بظلالها على الشارع الموريتاني، فكان لرجل الشارع فيها رأيه تثمينا لجهود الدبلوماسية الموريتانية ونصحا للقادة الأفارقة. وساطة الحقيقة أتت أكلها، وفعلا كان فيها الزعيم الموريتاني الرئيس محمد عبد العزيز كان فعلا مخيط هاي الوساطة اللي كانت فعلا رمز للدبلوماسية الموريتاني، وفي نفس الوقت هم اللي أعطتنا نموذج عن دول الأفارقة عنها فعلا تستطيع أنها تحل مشاكلها في إطارها الإقليمي، وهذا جد رائع. وفعلا نموذج هم اللي عن الرئيس يعلن خطاب متميز عنه متنحي 22 سنة، وهذه فعلا دوره قاعد يتأساوا بها زملائه في الأفارقة وخاصة المولي في موريتانيا. احنا رئيسنا بالتأكيد عنه الولاية الثالثة ما هو لهي عدله فاتح لنها أكثر من مرة. جل المواطنين الموريتانيين ممن التقتهم كاميرا الوطنية عبروا من خلالها عن تثمينهم لجهود الرئيس محمد عبد العزيز في حل الأزمة الغامبية التي كانت ستنشئ حربا طاحنة في البلدان الأفريقية المجاورة. الوساطة الموريتانية لعبت دورها، لأن غامبيا كانت تتعرض لحرب أهلية، لولا هذه الوساطة اللي كانت تسعى لتأمين يحيى جامع وزملائه وممتلكاته، كانت الوساطة تكمل في حمايته هو وتوفير له ملجأ آمن، لكن الملجأ يعود هو عنده ضمانات من الملاحقة القانونية. لم ينس الشارع الموريتاني جاليته في غامبيا ولا المصالح الموريتانية في الدولة الشقيقة والتي كانت مهددة بالخطر إذا استمر الحاج يحيى جامع في التمنع والتمسك بالسلطة، وهو ما يقول المتتبعون للشأن إنه دعا قيادة موريتانيا لتكثيف وساطتها حتى نجحت في إقناع جامع بالتنحي. يا عدل محمد عبد العزيز قطعا الحق يقال إنجاز عظيم، ويا الله حد والشعب الموريتاني بصفة عامة يا الله يعرف ان مشكلة غامبيا مشكلة موريتان، ما يقع مشكلة غامبيا حلها بها اللي هي مشكلة اقليمية كانت، والجالية الموريتانية كانت ياسر، وكان لا يعود علينا احنا بالانعكاس السلبي. ومنين سوى هذه المشكلة اللي هي قطعا هذا كانت الدول الاقليمية كاملة كانت لا تنشئ فيها حرب ولا معروف نتائجها قطعا لا تعود، ما هي لا تعود ايجابية تعود لا سلبية. بهذه التوصيات والتصريحات الموريتانية المشيدة بدور الدبلوماسية الموريتانية تكون الأخيرة قد حققت ما عجزت عنه المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا وما عجز عنه رؤساء مماثلون في إقناع الرئيس جامع بالتنحي عن السلطة بعد هزيمته في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، والتي كانت هي الأخرى تحمل رسائل التوحد للمعارضة المشتتة. فهل تكون أزمة غامبيا مثالا للقادة الأفارقة وللمعارضة في شتى البلدان الإفريقية؟ عبد الله بن بلال، الوطنية.